ماشي، نجيب فولة ونعمل بس دريسنج هو بتاعنا. كمان فكرة العدس وانا بالكليات مهمة جدا مفيدة جدا وبروتين جدا. نباتي، ويعني ومش مكلفة. بالظبط، ده عدس، ده عدس مسلوق بملح. اوكي هاتي. وحطينا عليه فلفل اصفر، وهنحط عليه خيار. الخيار ماشي، وهنحط عليه الاناناس. بص تمام. اللعب بالالوان بقى، انا بحب الاناناس اصلا. ونحط شوية كرفس. اوكي تعالي بقى نعمل له دريسنج بتاعه. يلا نقول نجيب بولا. خاص لا الخاص بقى هحطه لك بقى ايه تحت شويه كده. اه جايبه لك عيش محمص كمان ممكن نستخدم الفرشه فيه. تبقى خاص بالظبط. اوكي يعني بقى نحط هنا، نحط الطحينه بتاعتنا. اوكي ونحط عليها معلقه عسل. ده الصوص بتاع السلطه. ده الصوص بتاع السلطه. استني اجيب لك معلقه عسل ونحط عليها مستردة. بصي هو صوص يعني ايه جديد شوية، يعني ده طحينة طحينة وعسل وعسل ومستردة، ونحط رشة ملح صغيرة كده. امال ده ايه؟ ده بقى السماء اللي هفرشه فوق الوش كده فرشاية. ده سماء ايه؟ مش سماء، ده اسمه ايه ده؟ دبس رمان. دبس رمان. السماء هنحطه على الطحينة. بالظبط. ونحط زيت ونبي. اختي خدي اختي خليكي ليا. عايزة اقول لك ان في ده نعم. نانسي ما كانتش بتعرف تطبخ الاول، اتجوزت وهي ما بتعرفش تطبخ خالص ولا بعرف. وكان وقتها حماتها كانت انجيلا. أيوة. الفنانه الجميله لو فاكرين سعاد حسني ويا واديه تقيل، اللي هي الممثله الجميله اللي كده فيها طاقه. كانت جميله جدا. اللي قالت شبهها شويه. في كتير كانوا بيفتكروني بنتها من كتر ما احنا شبه بعض. هي بقى كانت طباخه شاطره. كانت طباخه شاطره جدا. فعقدتك. بس هي عقدتني في الاول لانها قالت لي انت اونطه ومالكيش لازمه واحنا نضحك علينا. فانا بصيت لها كده لو عايزه ايه يا حاجه يعني، طب انا اعمل ايه؟ فقررت تتحدي بقى. تحدي ليه بقى؟ لان انا اول مره كنت بسلق بيض وهو بقى في شهر العسل وقاعدين سوا كلنا كده، فراحت قالت لي ايه اسلق لنا بيض. فانا قلت لها انا ايش عرفني البيض هيستوي من جوه ازاي يعني. ده حتى ما بتعرفش. ما بعرفش يعني. ليه عمرك ما وقفتي في المطبخ مع ماما؟ ما كانتش بتدخلني، وعشان كده انا دخلت بناتي من صغرهم عشان ما يتعرضوش للموقف اللي حصل لي ده. فقالت لي انت اونطه، احنا اتضحك علينا. قعدت اعيط، بابا كلمني لاني بعيط، قال لي اتطلقي. قلت له يا بابا ازاي يعني، ده خامس يوم يعني اتطلقي ازاي؟ اتطلقي بابا اتطلقي. لا حاج يعني مش كده. بابا قال لي اتطلقي. بس رحت واخده التحدي وابتديت اتعلم نفسي. والسلطه دي طبعا هتحطي دي؟ هحطها بقى في الاخر بقى زي نهالك بقى. الطبق هنا لحد ما بقيتي مبدعه وانت بتعملي ابتكارات. علمت نفسي بنفسي بقى، وقعدت بقى مش عايزه اقول لك على اللي انا عملته، قرايه وكتب وكل حاجه عشان انا ما يتقالش عليا فاشله وعشان ما يتقالش عليكي اي حاجه تانية. بالظبط. فضلت وانا نفسي علمت نفسي واجرب واعمل. اول صينيه مكرونه بشاميل انا فشلت فيها يعني، انا بقولها لك اهو. عايزه خس؟ نحط دبس الرمان. عايزه خس؟ لا خلاص ما انت حطاها. انت عارفه بقى انا ساعات افطر الصبح السلطه العدس دي بس من غير الحاجات دي خالص. جربيها لوحدها بس. ده حلوه قوي. حلوه جدا. تحفه. احنا على فكره احنا الرنجه لسه غدوتي بتتهرس. ماشي ميتها. تعالي اعمل لك بس حلو بقى. حاجه حلوه. استني اعمل لك حاجه للرنجه حلوه. ايه بقى؟ البصل. ناخد شويه بصل بس كده. هتحطيهم في سماق؟ هتدعك هتعرفهم بالسماق.